الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في رحلتنا إلى ما وراء النهر، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن زيارة مدينة ترمذ، فزرنا فيها الحكيم الترمذي رحمه الله. وقد حصل بعض، يعني حينما راجعت الكلام ونظرت فيه، حصل بعض الاستعجال، وحصل يعني كلام غير دقيق في نسبة بعض الأماكن. طبعا الحكيم الترمذي في ترمذ، وهي المدينة التي وصلنا إليها أول مرة بالطائرة من طشقند إلى ترمذ، وهي على حدود أفغانستان وقريب منها نهر جيحون. تحدثنا عن هذا، سرنا قليلا في السيارة إلى قرية اسمها شير أباد من قرى ترمذ، وفيها زرنا الإمام أبا عيسى الترمذي صاحب السنن. قد تحدثنا عن هذا في اللقاء الماضي. ثم سرنا إلى مدينة نسف التاريخية، هي الآن تسمى قارشي، لم تعد نسف. وزرنا فيها قرية اسمها قوتشون. قوتشون هذه فيها أبو المعين النسفي رحمه الله. هذه تصحيحات ذكرناها في اللقاء الماضي. قلنا إن الطريق إلى بخارى طويل، نعم الطريق إلى بخارى طويل. نحن سرنا من ترمذ إلى قرشي بالسيارة، واستغرق الطريق عدة ساعات. بعد قرشي جلسنا وأكلنا فيها وجبة العشاء تقريبا، يعني في وقت متأخر، ثم أخذنا قطارا روسيا من مدينة قارشي إلى مدينة بخارى. نعم، وهذا هو موضوع الحلقة، حلقة اليوم. ذهبنا إلى مدينة قارشي، من مدينة قارشي إلى بخارى بالقطار الروسي. طبعا القوم الذين أوافونا هم من أهل الكرم في كل ما فعلوا، واختاروا لنا أفضل الأشياء، وفي كل مكان وفي كل وقت لم نرى منهم إلا الكرم، فنسأل الله تعالى أن يثيبهم. كأنه لا يوجد إلا القطار الروسي، والقطار الروسي رديء. لماذا؟ سأخبر. جلسنا فيه عدة ساعات. الحقيقة القطار كأنه مصمم للشتاء فقط، لأن روسيا شديدة البرد والمنطقة صيف شديد الحر، فالقطار روسي وهو مصمم لهذا الغرض. فحقيقة حتى الأماكن التي جلسنا فيها كلها مصممة للنوم، عبارة عن فرشات طويلة، حتى المقاعد العادية مصممة لهذا. من هذه الحيثية في الشتاء أظنه سيكون مريحا جدا. لماذا؟ لأنها أسرة طويلة يمكن الإنسان أن يستلقي عليها ويمكن أن ينام، بل حتى هناك طبق ثاني إذا ضاق عدد الركاب يمكن لواحد من الركاب أو لبعضهم أن يصعد إلى أعلى، فهو مريح جدا في الشتاء، ولكنه في الصيف شديد الحر، حديد فوق رؤوسنا، ووقت يعني هواء لا يوجد، الشبابيك تقريبا تكاد تكون محكمة الإغلاق إلا في بعض الممرات، فبعض الإخوة ممن كان معنا وقف آثر الوقوف على الجلوس ليتنسم شيئا من الهواء. فالحقيقة الطريق من قارشي إلى بخارى كان مملا جدا، وربما أحسسنا بطول زائد بسبب سوء القطار. نعم، والصناعة الروسية الحقيقة، مع أن الدولة الروسية ودولة متقدمة في الصناعة، ولكن حقيقة كثير من أشياء كانت سيئة جدا، لا سيما الخدمات العامة، ربما بسبب تأثير الشيوعية. ركبنا القطار وجلسنا فيه عدة ساعات، وربما رأيت المدة أطول بسبب سوء القطار. نعم، وهو أسوأ وسيلة مواصلات نركبها في تلك البلاد، كل المواصلات الأخرى جيدة وكلها حسنة ومن أفضل ما يكون، إلا هذا القطار الذي سرنا فيه من قارشي إلى بخارى. وصلنا مدينة بخارى مساء، وهي مدينة مباركة فيها روحانية عالية، وهي الحقيقة من أهم مقاصد سفرتي هذه، هي من أهم أسباب سفرتي إلى مدينة، إلى بلاد ما وراء النهر وإلى أوزبكستان بالذات، هو بخارى، لكثرة من فيها من العلماء والصالحين والأولياء. وصلنا مساء في منطقة تاريخية وتكاد تكون
بخارى كلها تاريخية، حتى شبهها بعض إخواننا قال هي متحف غير مسقوف من أولها إلى آخرها. الحقيقة أعجبتني كثيرا لأنها حافظت على الطراز القديم، حافظت على آثارها، أيضا الأبنية الجديدة تقترب جدا من الطراز القديم على نفس النسق المعماري، والحقيقة أحسست بلذة عجيبة وبحنين إلى الماضي في تلك الجلسات الطيبة المباركة. يعني أباريق الشاي كلها من الخزف الصيني، الستائر كلها من الطراز القديم مع أنها جديدة ولظيفة لكنها على الطراز القديم، وكأنك في عالم ألف ليلة وليلة، وإن كان عالما خرافيا، أو في أيام على علاء الدين والمصباح السحري، وأيضا هذه قصة خرافية لا أساس لها من الصحة. الأجواء هذه أجواء جميلة جدا. جلسنا في فندق، الفندق قديم ولكنه نظيف جدا، وأيضا يعني مخدم جيدا، في المنطقة الأثرية قريب جدا من مسجد من جامع كالان الذي كان يصلي فيه الإمام البخاري، وكان فيه كان يحدث به الناس. كان الوقت ليلا وقد تعبنا من سفر طويل في ذلك القطار المتعب، فصلينا العشاء ثم يعني نمنا في ذلك الفندق، وفي الصباح بدأنا الجولات. صلينا الفجر في جامع كالان، وهو الجامع الذي كان يخطب فيه الإمام البخاري، كان يصلي فيه الإمام البخاري، وقيل إنه قد روى فيه روى عنه الحديث في هذا المسجد ما بين 90 إلى 100 ألف إنسان. فالمكان مبارك وفيه آثار الصالحين وأنفاس الصالحين، المكان غاية في الجمال، غاية في الروعة، غاية في الإتقان، إضافة إلى الروحانية، إضافة إلى الطراز الهندسي البديع. الجدرات كبيرة جدا من أجل أن تكون عازلة في الحر وفي القر. القسم الشتوي دخلنا فيه فكان دافئا جدا بسبب الأعمدة، يعني منعزل، وأيضا الهواء لا يدخل فيه بسبب قد صمم بهذه الطريقة. القسم الصيفي مكشوف، ومما أعجبني في منطقة بخارى ما كنا نفعله في بلاد الشام، أن المساجد ولا سيما المساجد الكبيرة في وقت الحر الصلاة تكون فيها في صحن المسجد، حيث يكون أجواء جميلة ويكون الجو ألطف. في صلاة الصبح، وهذا الأمر المفاجئ بالنسبة لي ولم يكن في حسباني، وفي جامع كالان، وإذ بالإمام يقدمني للصلاة إماما في صلاة الصبح وأنا لست مستعدا البتة، فطلب بأدب أن أصلي فيهم صلاة الصبح، وكنت مرتبكا جدا ولا أدري هل أخطأت في الصلاة أو لم أخطئ فيها لشدة الارتباك، لأني لم أكن محتسبا ولم أكن، ولكن أعتقد أني ربما أخطأت في بعض الآيات في كلمات يسيرة، مع أني آيات من محفوظاتي، ولكن هذا الذي حصل أعتقد، أظن لم يصوب لي أحد، لكن هذا الذي أظنه، لأني كنت في حالة ارتباك شديدة، ما خطر في بالي أني أصلي إماما في هذا المسجد المبارك الذي صلى فيه الصالحون والأولياء، وصلى فيه إمام المؤمنين البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسجد كبير جدا، واسع، وقيل إنه كان أكبر من ذلك بكثير، ولكن أصابه حريق ثم قلص، ربما حصل التقليص في العصر الشيوعي لأن الشيوعية كانت تحارب المظاهر الدينية، لكن مع هذا هو كبير جدا، مع التقليص المسجد كبير جدا. تجولنا في المسجد من الداخل والخارج، أخذنا بعض الصور، ثم انتقلنا إلى البيت الذي ولد فيه الإمام البخاري، وهو عبارة عن مربع كبير، لم يبقى هناك بيت، إنما التراب قد قام بنزحه بعض الصالحين من أهل المال، يسمى زين الدين خوجة. زين الدين خوجة أخذ التراب الذي ولد فيه الإمام البخاري وما حوله قاطبة والذي ترعرع فيه، فأخذ جميع التراب وبنى منه مسجدا قريبا من هذا المكان،
وقد صورته ونشرته في القناة مسجد زين الدين خوجة، وفيه روحانية عجيبة. الأعمدة كما هو شأن بخارى قاطبة عبارة عن أعمدة خشبية في أعلاها مزينة ومزركشة، في أعلاها نقوش فسيفسائية في كل مكان. هذا من سمات مدينة بخارى. تجولنا في مناطق عديدة. أيضا هناك مدرسة مير عرب، وهي مدرسة تاريخية بناها أحد الأغنياء من اليمن، وأظن كلمة مير عرب يعني أمير العرب، وهي مدرسة بديعة بنيت على عدد سور القرآن، فيها حجرات 114 حجرة، كل حجرة فيها مخصصة لطالب أو أكثر أو طالبين أو أكثر. كل غرفة من هذه الغرف عبارة عن طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل، تظهر من بعيد أنها غرفة واحدة لكن هما طابقان، وهي مخصصة فيها مكان، فيها ميضاء لكل غرفة، ميضاء على عدد سور القرآن. لم يسمح لنا بالدخول إلا إلى حجرة واحدة هي سورة الجن. وسورة الجن هذه لها قصة مشهورة منتشرة عند الناس، أن كل من يسكن هذه الحجرة من طلاب العلم لابد أن يخرجه الجن، هذا شائع عند الناس ويعني شبه متواتر، فكل طالب يسكن في هذه لابد أن يخرج، أن يخرج لعل الجن يدرسون في هذه الحجرة لأنها مخصصة باسمهم. زرنا قبر باني المكان والأمير العربي الذي بنى هذا، وأيضا يعني عائلته، مدفن العائلة. تجولنا في بعض الغرف. المكان جميل جدا، مريح. هذا المكان بقي مدرسة إلى العصر الشيوعي، تقريبا أنشئ سنة 936 أو في هذه الفترة للهجرة، وبقي معمولا به إلى قبيل 100 سنة حينما دخل الشيوعيون وتوقفت فيه الدراسة سنة 1917 بعد الثورة الشيوعية. ثم بعد ذلك الشيوعيون بعد أن أغلقوا آلاف المدارس وقتلوا أهلها في الأربعينات، أعادوا فتح مدرسة مئة عرب وحدها، سمحوا بإعادتها، وتخرج منها جميع المفتين من روسيا، جميع الاتحاد السوفيتي والروس، وهذه المنطقة كان يأتي الناس إليها من كل مكان. وممن درس في هذه المدرسة، مدرسة مير عرب، الشيخ محمد صادق ابن الشيخ محمد يوسف، كبير مشايخ أوزبكستان وآسيا الوسطى وكازاخستان، وقد كان المسؤول الديني في تلك البلاد، ونحن كنا في ضيافة ولده الشيخ إسماعيل، وهم من أهل الفضل والعلم والدين، ولهم جهود مشكورة في نصرة الإسلام في تلك البلاد. انتهينا من مدرسة مير عرب وتجولنا في مواضع كثيرة في مدينة بخارى لعل الذاكرة تسعفني بها أو بأكثرها. دخلنا إلى مدرسة بديعة جميلة تسمى جهار بكر. جهار بكر يعني باللغة الفارسية يعني أربعة بكر، فأربعة من الصالحين العلماء من أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت المدرسة باسمهم، وهي مدرسة بديعة جميلة جدا، فيها حوض كبير في الوضوء ونحوه، وفيها يعني مئذنة كبيرة دخلنا فيها، وهي مكان مبارك، فيها شجرة توت كما هو التقليد المتبع فيه في جميع بلاد أوزبكستان التي دخلتها في جميع المساجد. تجولنا أيضا في لزيارات كثيرة، منها وقد بدأنا به الإمام أبو حفص الكبير. والإمام أبو حفص الكبير هو كبير علماء الحنفية في بلاد ما وراء النهر، وأقدم رجل من علماء الحنفية، هذا تلميذ محمد بن الحسن الشيباني ومن أقران الشافعي رضي الله عنه، هو قرأ مع الإمام الشافعي على الإمام محمد بن الحسن، كما قرأ أيضا مع الشافعي على الإمام وكيع بن الجراح، فهو من أئمة السلف، ولد في السنة التي توفي فيها الإمام الأعظم سنة 150، وابنه يقال له أبو حفص الصغير، وكلاهما من أئمة المذهب الحنفي، ويقال إن أبا حفص الكبير هذا هو الذي أمر البخاري رحمه الله بطلب علم الحديث، وفي هذا رد على الأعداء الحنفية الذين يقولون إن الحنفية يحاربون الحديث، فهذا أبو حفص الكبير هو الذي أمر البخاري وكان من شيوخه، أمره أن يرحل لطلب علم الحديث، فهو في صحيفته إن شاء الله. أبو حفص الكبير وأبو حفص الصغير
بعد ذلك زرنا مكانا قيل في البداية إنه قبر أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، إن لم تخني الذاكرة أظن كان أبو جعفر الملقب بالمسندي نسبة الإسناد، مسند يعني، لكن القبر يعني ليس معروفا تماما. هناك بئر ماء وهناك مكان قد جعل متحفا فيه بعض الآثار وبعض الأشياء. انتقلنا بعد ذلك طبعا إلى زيارة الإمام الذي يعرف عند الناس باسم الكلاباذي، والكلمة خطأ محرفة، الأصل الكلمة قول أبادي، قول أبادي، قول أبادي، لأن الشيخ فارسي والحي هذا حي فارسي إلى يومنا هذا. الحي الذي فيه الشيخ القول أبادي هو حي فارسي، وهو أول من صنف في علم التصوف كتاب، صنف كتابه التعرف إلى مذهب أهل التصوف، وقد ابتدأه بأبي سليمان الداراني رحمه الله. وأبو سليمان الداراني قد أكرمنا الله في زيارته في مدينة دارية في دمشق. فهذا القول أبادي زرنا مكانه، والقبر ليس في حوله مسجد، طبعا هدمه الشيوعيون ثم أعيد بناؤه بعد زوال الحقبة الشيوعية. زرنا هناك عددا من أئمة، من أئمة الإسلام العظام، منهم شمس الأئمة الحلواني، وهذا من كبار علماء الحنفية في بلاد ما وراء النهر، وأيضا شيخ الإسلام الزرنجري، وهذا الزرنجري من كبار المحدثين وأيضا من الرواة عن الإمام البخاري، وهو من أئمة الحنفية. وشيخ الإسلام الزرنجري جابري أنصاري. إيش يعني جابري؟ من أولاد سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. بين القبرين مسافة لا تزيد عن 50 مترا، ويجري هذا قبر شيخ الإسلام الزرنجري يجري إصلاح البناء وإعداده مرة أخرى. الحقيقة في بخارى مليئة بقبور الصالحين والأولياء، وحيثما توجهت وأينما التفت تجد وليا أو مسجدا أو أثرا من آثار علماء الإسلام. زرنا مساجد كثيرة، ربما الذاكرة لا تسعفني بذكرها لأن زيارات كثيرة في وقت قصير. دعينا إلى الطعام أكثر من مرة، ومن دعانا هم من أهل العلم والفضل، وقد أكرمونا غاية الإكرام، يعني لا تحضرني أسماءهم وإلا شكر شكر وإلا شكرتهم واحدا واحدا، لكن لهم الشكر وهو موصول إلى يوم القيامة، أسأل الله تعالى أن يثيبهم. الحقيقة هم أهل كرم شديد جدا، والموائد المفروشة فيها كل أنواع الطيبات من فواكه ومن نقل، هذه مكسرات ونحو ذلك، ثم يعني الطعام يأتي أصنافا وأصنافا، والأشربة بألوان عديدة. الحقيقة الإنسان يعني ما جاء إلا لزيارة هؤلاء القوم الكرام. الطعام كثير ووفير، الناس يقدمونه بنفوس طيبة، يظهر عليهم الكرم، وتلك من عادات المسلمين الأوائل، من عادات الصالحين، من عادات العرب التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. دعينا مرات عديدة في مدينة بخارى، بقينا فيها أكثر من يوم، زرنا جميع مزاراتها. الحقيقة حينما عزمت على مغادرة بخارى أحسست بألم وبكت عيني، لأن هذه المدينة الحقيقة تعلقت فيها تعلقا عجيبا، فيها الحقيقة كل ما يسر ويعجب، يعني آثار الصالحين، المساجد الجميلة، الأبنية الرائعة، البيوت الطيبة، الناس الكرماء الفضلاء، حتى الإبداع، تجد مثلا ورشات لصناعة السكاكين المزخرفة التي كلها بنقش اليد وهي غاية في الجمال.
الأشياء المنقوشات الخشبية الموشاة المزخرفة بالمعادن ونحوها، مصانع السجاد العجمي الذي ينسج باليد وربما يعني القطعة الصغيرة يلبث فيها الناسجون عدة أشهر، وهذه أيضا من خط الحرير وهناك سجاد حريري، فهذه بلاد مشهورة بالحديد وهذا سر كثرة التوت فيها. الطعام حقيقة طيب جدا، وقلت أنا في تسجيل من التسجيلات التي نشرت إن مدينة بخارى مذ أكلت طعامهم قبل أن أذهب إليها منذ زمن بعيد جدا حينما كنت طالبا، أعجبني طعام هذا الإقليم منطقة بخارى، يعني الرز البخاري جاء منهم وهم يعني الذين صدروه إلى العالم، وقلت أن الطريف في هذا الأمر أنهم يصنعونه من الرز الرخيص وليس من الرز بسمتي، يعني الناس في بلاد العرب يطبخونه برز بسمتي ويأتون بأفخر أنواع الرز وقد ينجح وقد لا ينجح، أما في تلك البلاد فهم يصنعونه من أرخص أنواع الرز ومع هذا يكون طيبا جدا، يسمونه أيش، أنا أعتقد أيش يعني عيش، لأن هؤلاء عندهم هذه منطقة بخارى ومنطقة شاش ومنطقة سمرقند عندهم إمالة في الكلام باتجاه الواو فانتبه إلى هذا، ولذلك كثير من الكلمات يقرأها طلاب العلم العرب ولا يحسنون قراءتها لأنها تكتب بواو فيظنها واوا، لا هذه إشارة إلى إمالتها باتجاه الواو، يعني مثلا هناك مدينة خورزم هكذا ينطقونها، فهم يكتبونها حتى تنتبه إلى أن هذه الواو للتفخيم يكتبونها لك خوارزم، فهي لا تنطق كذلك لأنه خورزم هكذا، فهم يميلون باتجاه الواو. وعلى هذا كتب في القرآن، وهذه من إشارات البديعة اللطيفة في القرآن، الواو في كلمة الصلاة كتبت، الصلاة كتبت على واو إشارة لمن يقرأها الصلو، هناك من يقرأه الصلو فكتبت هكذا، فلينتبه الإنسان إلى الأعلام، وحتى من كلمة خوجة يكتبونها خواجة، والمصريون ينطقونها خواجة، خطأ هذا، خوجة خو هكذا خورزم. فهذه المنطقة طبعا الناس هناك يعني أعراق عديدة، قلنا العرق العربي موجود لكن منطمس لأن كثير من الناس من الشيوخ والعلماء دخلوا تلك البلاد واندمجوا فيها، ورأيت في وجوه كثير من الناس قلت أنت ملامح عربية. العرق الفارسي والعرق التركي ظاهر ولا تزال اللغات حية، يتكلمون الفارسية ويتكلمون العربية، أكثر أهل البلاد من أهل السنة والجماعة تلك المنطقة. غادرنا بخارى والحقيقة وقد فاضت العيون بالدمع لأني تعلقت بها تعلقا عجيبا، حيث الأصالة والجمال والروحانية، فهي مدينة طيبة مباركة تركناها والنفوس مشتاقة إليها، نسأل الله أن يعيدنا إليها بسلام وأمان لزيارة صالح أهلها. قلت الرز البخاري من إنتاج تلك المنطقة، كذلك ما يسمى العرب يسمونه سمبوسك، هذا هم يسمونه سامسا جاء من تلك البلاد من منطقة الأوزبك بالذات، وبخارى متميزة في هذا. أيضا ما يسمى المانتو هو عبارة، يعني أنا أعتقد أن كلمة مأخوذة من الندى، مانتو هكذا، لأنه هم ينطقونها في واو لأنه يطبخ على الندى، وهو نوع من الرقائق العجين يوضع فيها اللحم ثم تطبخ على البخار، وهو أيضا طعام جيد أيضا أكلناه في تلك المنطقة، وهي مشهورة بهذه الأطعمة بل انتشرت ولا سيما إلى بلاد الخليج. ثم بعد ذلك أخذنا قطارا إلى مدينة سمرقند، وكان القطار هذه المرة إسبانيا وكان فارها جميلا مكيفا، يعني تحس بشيء من الآدمية أو بالآدمية كاملة حينما تركب مثل هذا القطار خلافا للقطار الروسي. أخذنا القطار إلى مدينة سمرقند، وهذا سيكون موضوع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.